بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز الحاضر، شوطنا بنقول الرابع عشر ينطلق، شوط الإبكار، المهجنات، الأصهايل، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الانطلاق، على هذا الحضور الجميل والمشرف لشعارات أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل. أذن هويام علي بن عبد الله مسعيد المسافري في المركز الأول، النقلع على المركز الثاني، التماس لراشد مخالف مطرب العلوان، ثالث المراكز اللي في المركز الثالث سلهود لسالم بن راشد بن سرداح الكتبي، النقلع على المركز الرابع اللي في المركز الرابع منوه عبد الله بن علي بن واس، المركز الخامس شاهينية تأتي بخامس المراكز لعلي بن مطر بن علي بن واس الكتبي، وفي المركز السادس، المركز السادس مثيرة لخليفة بن حليس بن راشد الكتبي رحمه ياسه، سادس المراكز ما شاء الله. نقلة على المركز السابع هناك من الجانب الثاني الشبلة لراشد بن سعيد بالغفرية، بينما المركز الثامن منتدي في هذا الأضاءات مراسيل لسالم بن ماجد بن سالم الغربي الشامسي، وتاسعا هناك الشهامة لسلطان بن سيف بن سلطان بن راشد الكتبي، وفي المركز العاشر شعار سالم بن سلطان بن رشيد على ظهر غزيلان ما شاء الله، ولا غزلان عفوا. هكذا كانت النتيجة. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز للعشرة المراكز الأولى ذعناها عليكم كاملة مكملة بالتمام والكمال لله سبحانه وتعالى. يا سلام يا التماس، يا سلام يا التماس اللي مسيطرة على المركز الأول، اللي صامدة على مقدمة هذا الشوط مع راشد من خلف مطر بن علوان الكتبي ما شاء الله تبارك الرحمن. نقلة على منوة عبد الله بن علي بن واس أيضا حاضر مع منوة بثاني المراكز، وفي المركز الثالث هناك اللي هي الشاهينية علي بن مطر بن علي بن واس أيضا الكتبي حاضر، وفي المركز الرابع سلهودة لسالم بن راشد بن سرداح الكتبي على المركز الرابع، وفي المركز الخامس شبلة لراشد بن سعيد بالغافرية، وبن حليس هناك مع مثيرة خليفة بن حليس بن راشد الكتبي على المركز السادس، وفي المركز السابع ويام لعلي بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله المسافري. هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة مع السداسية الجميلة. انتقل وياكم الى المركز الثامن، هنا شعار الغربي مراسيل سالم بن ماجد بن سالم الغربي الشامسي، وفي المركز التاسع منتدي الشهامة لسلطان بن سيف بن سلطان بن راشد الكتبي، وفي المركز العاشر اللي في المركز العاشر ما شاء الله شعار غزلان سالم بن سلطان بن رشيد السويدي. هكذا ايها الاخوة كانت نتيجتنا للمراكز، معناها عليكم بالوفاء والتمام ما شاء الله. يا التماس منوه والتماس منوه، الثنتين في موقع واحد، والكل باحث ما شاء الله عن نقطة هذا الشوط وعن نقطة هذا الانطلاق الجميل المميز ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل. 1400 متر ما تبقى على هذا الانطلاق، ما تبقى على هذا العرض الجميل المميز ما شاء الله تبارك الرحمن. التماس بالمركز الأول راشد بن خلف بن مطر بن علوان الكتبي، بينما منوى عبد الله بن علي أبو نواس أيضا حاضر مع المنوى. المركز الثالث وصلت شاهينية علي بن مطر بن علي بن واس، وفي المركز الرابع مثيرة لخليفة بن حليس بن راشد الكتبي، وفي المركز الخامس الهودة لسالم بن راشد بن سرداح الكتبي. هاي النتيجة، هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة. الكيلو الأخير يا بن علوان، الكيلو الأخير يا أبو سنيدة، يا أبو نواس وبن واس وبن حليس، وصل الغربي، الغربي وصل بشعاره ومع مراسيل
ايضا سالم بن ماجد بن سالم الغربي الشامسي ايضا حاضرا مع هذا. الله يلتماس ما شاء الله يلتماس ما شاء الله يلتماس شعار الساعة المتواجد هنا في هذا الميدان المتواجد على هذا الانطلاق الجميل المميز. ما شاء الله يا هذه اللحظات الحاسمة في هذا الانطلاق في هذا العرض الجميل. لمن الشوط؟ لمن الشوط يا بن علوان يا بن حليس يا الغربي؟ هكذا كانت النتيجة، هكذا كان الوصف الجميل المميز ما شاء الله. والتماس اللي مسيطرة على مقدمة الشوط، وهالي الخوانيج لهم حكاية جميلة، لهم رواية مع هذا الشعار الجميل الذي صال وجال حقيقة ليس في هذا الميدان إنما في جميع الميادين في جميع المحافل حاضرا متواجدا هذا الشعار. ولكن دائما نقول رحم الله من أسس هذا الشعار، من أسس هذا الهجن. تهانينا والناموس لراشد بن خلف بن مطر بن علوان الكتبي بمناسبة فوزه بالمركز الأول والأمنيات، ودائما في هذا الميدان وفي جميع المحافل لهذا الشعار. المركز الثاني للسيد خليفة بن حنيف بن راشد بن محمد ديرة. المركز الثالث هناك مراسيل سالم بن ماجد بن سالم الغربي الشامسي. المركز الرابع الشاهيني علي بن مطر بن علي بن واس. وخامسا هناك سلهودة لسالم بن راشد بن سرداح الاشتبي. تهانينا لعشاق هذا الشعار، عشاق شعار راشد بن خلف بن مطر بن علوان. 6 دقائق التوقيت الزمني، 21 ثانية. تهانينا والناموس يا أبو زنيده.